يا صباح الخير عليكم جميعا. يا رب النهاردة هتكلم عن موضوع ازاي تعرفي تفرقي بين الصديقة الحقيقية والصديقة المزيفة في 5 نقط. اول نقطة معانا النهاردة ان هي دايما مصدر طاقة سلبية، على طول بتشتكي، دايما وابدا تشتكي من جوزها، من حياتها، من شغلها، من كل حاجة، ودايما على طول لما يكون عندها حاجة ايجابية هتلاقيها مش بتقولها لك، فهنا تعرفي ان دي صديقة مزيفة. وفي النقطة دي خليني برضو اقول ان هي مش هتلاقي منها الدعم الكافي ليكي، مش بتدعمك، مش بتديكي الطاقة الايجابية اللي المفروض الصديقة الحقيقية تدهالك. تاني نقطة معانا النهاردة ان دايما هتلاقيها بتقولك ما عنديش وقت. زي ما احنا كلنا عارفين الصديق وقت الضيق، فانتي دايما مش بتلاقيها على طول عندها حجج، انا مشغولة، انا بشتغل، انا عندي اطفال. فعلا كلنا في الزمن ده مشغولين وعندنا اطفال وعندنا شغل وحياة فعلا مليانة بالتفاصيل الكتير، ولكن ده ما بيمنعش ان احنا بنخصص ممكن دقيقة او حتى 30 ثانية يوميا نتصل باصحابنا وحبايبنا نطمن عليهم او حتى برسالة. تالت نقطة معانا النهاردة ان دايما هتلاقيها يعني زي ما بيقولوا كده في الفرح منسية وفي الحزن مدعية، دايما تلاقيها مش بتفكر فيكي في المناسبات الحلوة. ممكن تتفاجئي بشلة او جروب من اصدقائك خارجين مع بعض وبيحتفلوا، هتلاقي ان انتي للأسف محدش فكر فيكي او افتكر ان هو يعزمك، فبرضو في الحالة دي بتعرفي ان دول مش اصدقاء حقيقيين. رابع نقطة، دايما بتقارن نفسها بيكي ودايما بوشين، يعني معاكي بوشه ممكن تلاقي الوش التاني بقى بتتكلم عليكي من وراكي او بتقول كلام سلبي في حقك، فبرضو بتعرفي ان دي مش صديقة حقيقية. خامس نقطة والاخيرة معانا النهاردة هي الغيرة. وهنا عايزة افكركم بالفيديو اللي انا عملته ازاي تكتشفي غير صديقتك في 5 نقط، فياريت ترجعوا لي علشان تعرفوا شرح مفصل للجزئية دي. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تدعموا القناة في بدايتها باللايك والشير والسبسكرايب.